بسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد أمين. دلوقتي زي ما كلمتكم عن الوباء من ناحية العلمية وإزاي نمنع انتشاره، أرجو بنعمة ربنا هكلمكم عن الوباء من الإنجيل وإزاي نستفيد منه. أولا، كلمة الوباء اتخذت بلغات كتيرة زي كلمة الطاعون أو الكارثة، أو في الإنجيل باللغة الإنجليزية pestilence. والوباء يعني موجود في الإنجيل بطريقة منتشرة جدا، وغالبا كله بيعتمد دايما على غضب الله. كل لما يجي كلمة وباء غالبا بيكون ربنا زعلان. 25 مرة اتكتب الوباء بس في أرميا وحزقيال، وكلهم تنبيه من ربنا فوقه وتوبوا وارجعوا. يعني مثلا في صلاة تكريس الهيكل لسليمان الحكيم في الأخبار الثانية إصحاح 6، يقول وصلى ربنا وقال إذا صار في الأرض جوع، إذا صار وباء أو لفح أو يرقان أو جراد أو جرذم، إذا حاصرهم أعداءهم في أرض مدنهم في كل ضربة وكل مرض، فكل صلاة وكل تضرع تكون من أي إنسان كان من كل شعبك إسرائيل الذين يعرفون كل واحد ضربته ووجعه فيبسط يديه نحو هذا البيت، فاسمع أنت من السماء مكان سكناك واغفر واعطي كل إنسان حسب كل طرقه كما تعرف قلبه، لأنك أنت وحدك تعرف قلوب بني البشر. يعني ربنا بيقول، أو سليمان الحكيم هو بيصلي ربنا، يا رب لو حصل زعل، لو حصل وباء، لو حصل مرض، لو حصل انكسار قدام الناس واحنا عارفين ان ده بسبب زعلك مننا، وجينا وصلنا لك في البيت عندك، يا رب اسمع واستجيب لصلوات شعبك بسبب الهيكل اللي احنا واقفين فيه. المزمور 91 المشهور جدا اللي كلنا دلوقتي حفظناه وقت ما كورونا جت، الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت، أقول للرب ملجأي وحصني فأتكل عليه، لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوافيه يظللك وتحت أجنحته تحتمي، ترس ومجن حقه، لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من وباء يسلك في الدجى ولا من هلاك يفسد في الظهيرة، يسقط عن جانبك ألف وربوات عن يمينك، إليك لا يقترب، إنما بعينيك ترى وتنظر مجازات الأشرار، لأنك قلت أنت يا رب ملجئي إلى آخره. يعني المزمور دوان اللي كتبه عايز يقول إنه يا رب لما يجي أي خطر أي وباء، يا رب أنت اللي تحرسنا ما دمنا ساكنين في سترك. في مزمور 78 يقول أرسل عليهم حمو غضبه سخطا ورجزا وضيقا، جيش ملائكة أشرار مهدوا سبيلا لغضبه، لم يمنع من الموت أنفسهم بل دفع حياتهم للوباء. واضح جدا علاقة غضب ربنا وزعله بالوباء. في عاموس 4 يقول النبي ضربتكم باللفح واليرقان، كثيرا ما أكل القمص جناتكم وكرومكم وتينكم وزيتونكم، فلم ترجعوا إلي يقول الرب، أرسلت بينكم وباء على طريقة مصر إلى آخره، فلم ترجعوا إلي يقول الرب. هنا عاموس بينبه شعبه بيقول ربنا زعلان وجاب عليكم الوباء وبرضه ما رجعتوش. في تسنية 28 يقول موسى النبي يرسل الرب عليك اللعن والاضطراب في كل ما تمتد إليه يدك لتعمله، حتى تهلك وتفنى سريعا من أجل سوء أفعالك إذ تركتني. يلصق بك الرب الوباء حتى يبيدك عن الأرض التي أنت داخل إليها لكي تمتلكها. بصوا هنا يا جماعة، ربنا بيقول إيه؟ إنه من أجل سوء أفعالك إذ تركتني، تركت ربنا، فهيجيب عليك إيه؟ يجيب عليك الوباء. يبقى الوباء من زعل ربنا، من غضب ربنا، من تنذير انذار ربنا. في لاويين 26 يقول لكن إن لم تسمعوا لي وإن لم تعملوا كل هذه الوصايا، إن لم تتأدبوا مني بذلك بل سلكتم معي بالخلاف
فإني أنا أسلك معكم بالخلاف وأضربكم 7 أضعاف حسب خطاياكم، أجلب عليكم سيفا ينتقم نقمة الميثاق فتجتمعون إلى مدنكم، وأرسل في وسطكم الوباء فتدفعون بيد العدو. برضو تحذير وإنذار لما ربنا يكون زعلان. الوباء للأسف أحد الحاجات اللي هو بيستخدمها. كمان يا جماعة لما ربنا اتكلم عن نهاية العالم وعن إنذارات عن نهاية العالم قال: فإذا سمعتم بحروب وقلاقل فلا تجزعوا، لأنه لابد أن يكون هذا أولا ولا يكون المنتهى سريعا. تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون زلازل عظيمة في أماكن ومجاعات وأوبئة، وتكون مخاوف وعلامات عظيمة من السماء. نستغرب ليه ربنا بيسمح بالحاجات دي عشان يقول لنا توبوا قد اقترب منكم ملكوت السماوات. الحقيقة في قصة كتبها موسى النبي في سفر العدد إصحاح 25، لما ابتدى ناس اليهود الإسرائيليين يزنوا مع بنات مؤاب، وابتدى الشعب بتاع ربنا يعبد آلهة المؤابيين ويسجدوا لآلهة المؤابيين، زعل ربنا جدا وحمى غضب الرب على إسرائيل. فقال الرب لموسى: خذ جميع رؤوس الشعوب وعلقهم للرب مقابل الشمس، فيرتد حمو غضب الرب عن إسرائيل. في ناس يا جماعة لم تسمع كلام ربنا وما همهاش، لغاية ما واحد اسمه فينحاس كاهن جه وضرب بالرمح ناس كانت عايشة في الزنا فوقف الوباء. أقصد بكده إيه بالقصة دي؟ هي قصة غريبة ويمكن قصة تخوف، لكن أوقات يا جماعة ربنا بيسمح بالوباء لأننا عايشين في الشر، لأننا مش راضيين نسمع كلامه، لأننا عايشين زي ما الناس عايشة، زي ما العالم عايش. فربنا أوقات بيستخدم الوباء عشان يقول كفاية، ولا يقف الوباء حتى يقف الشر. في سفر صمويل الثاني إصحاح 24 داود النبي برضو عنده قصة غريبة شوية. داود النبي جات في مخه فكرة إنه يعد كل الشعب بتاعه، والحقيقة جاله القائد القوات بتاعه وقال له: بلاش تعمل كده، ربنا يزيد ويبارك. قال له: لا، أنا عايزك تروح تعد. فراحوا عدوا، وبعد كده جاله جاد النبي وقال له: أنت غلط، قدامك 3 اختيارات: يا إما آتي عليك 7 سنين جوع في أرضك، أو تهرب 3 أشهر أمام أعدائك وهم يتبعونك، أم يكون 3 أيام وباء في أرضك. فالآن اعرف وانظر ماذا أرد جوابا على مرسلي. أقول إيه ربنا؟ اخترت إيه؟ فقال داود لجاد: قد ضاق بي الأمر جدا، فلنسقط في يد الرب لأن مراحمه كثيرة، ولا أسقط في يد إنسان. فجعل الرب وباء في إسرائيل من الصباح إلى المعاد، فمات من الشعب 70,000 رجل. غلط داود وعمل حاجة زعلت ربنا، لكن قال: أقع في يد الرب ولا أقع في يد إنسان. وكان الوقع في يد ربنا اللي هو الوباء. وبسط الملاك يده على أورشليم فيهلكها، فندم الرب عن الشر وقال الملاك المهلك للشعب: كفى، الآن رد يدك. ووقف الوباء لأن داود تاب وقال له: يا رب ارحمني، ومش عايز يا رب غير سيفك يقع على بيتي. في سفر العدد 21 قصة تانية غريبة شوية عن موسى النبي، إنه الشعب ابتدى يتذمر على موسى ويقول: قد كرهنا أنفسنا الطعام السخيف. وزعل ربنا جدا من الشعب، وبعت الحيات المحرقة فلدغت الشعب، ومات قوم كثيرون من بني إسرائيل. فأتى الشعب إلى موسى وقالوا له: قد أخطأنا استكلمنا على الرب. فقال الرب لموسى: اصنع لك حية محرقة وضعها على راية، فكل من لدغ ونظر إليها يحيى. فصنع موسى حية من نحاس ووضعها على الراية، فكان متى لدغت حية إنسانا ونظر إلى حية النحاس يحيى. برضو إحنا يا جماعة أوقات بنزعل ربنا، لكن إحنا بطلنا ننظر إلى صليبه اللي هو كان رمزه الحية النحاسية،
من ينظر إلى الصليب ارحمني يا رب، يمكن إحنا نقدر نوقف الوباء. وفي سفر الرؤيا يوحنا اللاهوتي لصح 16 يقول: سكب الملاك الرابع جامه على الشمس، فأعطيت أن تحرق الناس بالنار، فاحترق الناس احتراقا عظيما وجدفوا على اسم الله الذي له سلطان على هذه الضربات، ولم يتوبوا ليعطوه مجدا. ثم سكب الملاك الخامس جامه على عرش الوحش، فصارت مملكته مظلمة، وكان يعضون على ألسنتهم من الوجع، وجدفوا على إله السماء من أوجعهم ومن قروحهم، ولم يتوبوا عن أعمالهم. المشكلة يا جماعة مش في الغلط، المشكلة أكتر في عدم التوبة. الجامات بتقع على البشر، الوباء بيجي على العالم. المشكلة مش بس في الوباء، المشكلة هل استجبنا للوباء بالتوبة؟ مرتين يكرر الجملة بتاعت ولم يتوبوا عن أعمالهم، ولم يتوبوا ويعطوه مجدا. دلوقتي عايز أدخل على فكرة هل نقدر ندور على كورونا في الصوم؟ أول حاجة كورونا في التجربة، في الأحد الأول من الصوم في التجربة أعتقد أن ممكن نلاقي كورونا فيروس. يقول الشيطان لربنا: أسجد لي وأعطيك كل شيء. وكأن العالم كله دلوقتي بينحني قدام كورونا، العالم كله واقع على ركبته كأنه بيسجد لكورونا، وكأنه كورونا ممكن تموته أو تنقذه. هل أنا ممكن أخد من كورونا في التجربة وأقول للرب إلهك وحدك تسجد وإياه وحده تعبد؟ إن كان العالم كله مرعوب وخايف من كورونا، هل أنا أسجد ليها؟ هل أنا أقدر أسجد للربنا وأقول له أنت الإله الوحيد الذي أعرفك؟ في الابن الضال أول سنة أكتشف السنة دي إن في جملة عمري ما لقيتها أو ما فكرتش فيها قبل كده: وحصل جوع على الأرض. هو كان بيأكل خروب الخنازير، لكن يضيف الإنجيل جملة في لوقا 15: وحصل جوع، حصل مجاعة. طب إيه فايدة الآية دي؟ أعتقد إن هي دي كورونا بتاعت السنة دي، اللي خلى الابن الضال يقوم يمكن المجاعة، يمكن الفيروس، يمكن كورونا، اللي خلت كل واحد فينا يكون ابن ضال راجع لربنا يقول له أخطأت إليك وفي السماء قدامك. المجاعة، الوباء. إحنا يا جماعة عايزين نبقى زي الابن الضال اللي يرجعنا الفيروس ده، اللي رجعنا نقول له سامحنا يا فدينا، إن إحنا نتوب زي ما تاب الابن الضال، ونكون عندنا إيمان أن الله قادر أن يرفع غضبه عنا. في المرأة السامرية، المرأة السامرية أنا بعتبرها واحدة كأنها infected، واحدة مصابة بالفيروس، عايشة لوحدها، عايشة في isolation، محدش قادر يقرب منها لأنه مصابة بالمرض. الوحيد اللي قدر يقرب منها من غير كمامة ومن غير جوانتي هو ربنا له كل المجد، وساعتها خففها، وساعتها محتاجتش أنها تبقى لوحدها، قال لها روحي وسط الناس، أنا شلت المرض عنك. والرجل المشلول الأحد الخامس اللي هو قعد 38 سنة عيان، تخيلوا 38 سنة عنده الفيروس، عنده كورونا لوحده، الناس كلها سابته، لدرجة أنه قال ليس لي إنسان، مفيش حد جنبي، أنا بقيت وحيد. في ناس يا جماعة دلوقتي قاعدة لوحدها خالص وحاسة بالوحدة لأنها خايفة تعدي ناس تانية زي هذا الإنسان، ولكن ربنا له كل المجد، ظهر للإنسان المشلول وقال له أنا الإنسان، أنت بتدور على إنسان، أنا جيت لك. الرجل الإنسان ده يمكن ما كانش عايز الشفاء زي ما كان عايز واحد يبقى جنبه، وربنا بدون جوانتيات وبدون كمامات راح لهذا الإنسان وأخذ بإيده وشفاه. الرجل الأعمى المولود أعمى في الحد السادس هو كمان يعتبر واحد مصاب، محدش من عيلته عايز يرتبط بيه، حتى أمه وأبوه قالوا هو كامل السن ملناش دعوه، مش عايزين نقرب منه. كورونا، كورونا منتشرة، محدش عايز يقرب من حد. الوحيد اللي ممكن نقرب له وهو مش خايف يتعدي ويقدر يقرب مننا من غير كمامة ومن غير قفازات
هو ربنا له كل المجد، القادر أن يصنع جهاز مناعة جديد. لعازر يعتبر أصاب بالعدوى هو كمان، وكل الناس بعدت عنه 4 أيام، معزول معزول تماما، حتى أخواته البنات بعدوا عنه وقالوا لربنا لو كنت ها هنا لما مات أخي. إحنا كمان بنقول له لو كنت ها هنا، بضعف إيماننا بنقول له لو كنت ها هنا، لكن هو اللي بيقول أنا القيامة والحياة، أنا اللي فوق الفيروس وفوق الموت، أنا فوق الخوف وفوق الرعب وفوق كل الأخبار الوحشة اللي بتسمعوها. ارفعوا الحجر وأنا أقوم لكم، حتى المعدي جدا واللي بقاله 4 أيام في أيزوليشن. أحد الشعانين، المعبد جميل ولكن شكله حلو من بره، ولكن من جوه مفيش حد، مفيش حد جوه، عامل زي كنايسنا اليومين دول، مفيش حد قادر يدخل، الكنائس مقفولة والمذابح وحيدة، حاسة بالوحدة المذبح وحاسس بالوحدة، لأنه أحد الشعانين هيجي ويمكن ربنا يسمح أن احنا ما نقدرش نفتح المذبح. لكن هل يا ترى لما أجي عيد أحد الشعانين هقعد أعمل زعف وأعمل قلب من الزعف وقلبي خالي وقلبي مفهوش المسيح، أعبده بشفتين، لأن ربنا يمكن ما عجبوش طريقة عبادتنا اللي كان كلها من بره ومن جوه فاضية. نقول له، يقول لنا أين هي قلوبكم؟ نقول له هي عند الرب، وهي ولا عند الرب ولا حاجة. يقول يا ابني أعطني قلبك، نقول له طبعا يا رب ما أنت مالي كل حاجة، وهو مش موجود في القلب. هذا الشعب يعبدني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. في الجمعة الكبيرة هنشوف ناس مصابين بالكورونا. باراباس كان مصاب بالكورونا، اللص اليمين كان مصاب بالكورونا، كل دول كانوا محدش عايز يقرب منهم، كلهم خايفين، الناس خايفة منهم، لكن ربنا قدر يقرب ويخرج باراباس ويدخل اللص اليمين، لأنه هو الوحيد اللي يقدر يقترب بقيامته. إيه بقى فوائد كورونا؟ على مستوى العالم، العالم بيستفيد لأول مرة، العالم الكبير اللي زي أمريكا وإيطاليا والبلاد الكبيرة دي ابتدت تحس بالبلاد الصغيرة، ابتدت تشعر بأنه مش بكبر التكنولوجي ولا أنها راحت القمر، ده حتى اللي راح القمر مرعوب زي اللي عمره ما خرج من بلده. ابتدت العالم كله يشعر أن مفيش حد أحسن من حد، ابتدى الناس تنظف البيوت وتنظف البلاد وتنظف السبويز، وفينيسيا بتنظف القنوات المائية بتاعتها، والصين ابتدى لأول مرة يقل الفساد الجوي بتاعهم، والسماء بتاعتهم ابتدت تنظف. لكن على مستوى الفوائد الروحية، لأول مرة العائلات تتلم مع بعض. احنا بقالنا 30 سنة الناس كلها متفرقة، ربنا زعل وقال انا عايزكم تقعدوا مع بعض، هعمل لكم مهلة اجبارية، ولا شغل ولا كنيسة ولا نادي ولا اجتماعات ولا خروجات ولا زيارات ولا تجمعات في الشوارع، مهلة اجبارية العائلات تقعد مع بعض. مفيش اجتماعات غير الاجتماعات اللي على الميديا. عايزكم تتضعوا، اللي فاكر نفسه بيفهم طلع ما بيفهمش، واللي فاكر نفسه يعني عنده فلوس كتير طلع بيتعدي زي اللي ما عندوش فلوس، الأمير اتعدى والغفير اتعدى، الطبيب اتعدى والمريض اتعدى، الكبير عرف والصغير عرف، وكله دلوقتي بقى عارف ان ما فيش حد فينا احسن من حد. ما فيش حد، الخاطي اتعدى واللي فاكر نفسه بار اتعدى، ويمكن دلوقتي قربت المسافات ومحدش فينا بيبص على الخاطي ويقول ده خاطي، كلنا في الهوى سوا، كلنا طالبين رحمته، كلنا طالبين يا رب ارفع غضبك عنا. ابتدى الواحد يخاف من فيروس مش شايفه، وكان فاكر في نفسه صحته كويسة ومش فارق معاه حاجة. الشباب اللي بيشرب وبيعمل حاجات وحشة أرجو أن ابتدى يشوف أنه حجمه صغر قوي،
وممكن يقع تحت حتة فيروس والناس محدش يحب يشرب معاه ولا ياكل معاه ولا يقعد معاه ولا يتقابل معاه. عشان كده يا جماعة أنا نفسي أقول إن كلنا مسؤولين عن العالم. إن وجد في سدوم 50 بارا فإني أصفح عن المكان كله من أجلهم، يقول كده في تكوين 18. هل يوجد 50 بار يشفعوا عن العالم كله؟ يقول للعالم ارحم يا رب شعبك، ارحم يا رب العالم، ارفع غضبك عنا، تراءف علينا يا رب. عايز اقول لكم على كام آية او كام حاجة نفتكرها في كورونا. اولا ياريت كل واحد فينا يفتكر الكلمة اللي ابونا بيقولها: من اجل خطاياي خاصة ونجاسات قلبي لا تعدي شعبك بالكورونا. اعتقد ان كل واحد فينا لازم يشعر وكأني انا السبب في خطايا وعدوة العالم كله، لان ممكن فعلا انا بعدي الناس، لكن بطريقة خطاياي وبطريقة الأرثوذكسية الجميلة بتاعتنا أنا مسؤول عن توبة الآخرين. أنا لو ما توبتش بضعف توبة الآخرين. الآية الثانية: لا تخرج من سفينتي يا رب لأني رجل خاطئ. طبعا بطرس الرسول قال أخرج من سفينتي، لكن احنا هنقول له يا رب مفيش حد كنايسنا فضيت يا رب، لكن كنايسنا اللي في بيوتنا عمرت بيك. اجتماعاتنا يا رب اللي كنا بنملاها فضيت يا رب، لكن اجتماعاتنا اللي عايزين نقعد انت واحنا بس يا رب هي اللي لازم تكتر. لا تخرج من سفينتنا يا رب لاني رجل خاطئ. في رؤيا 16 يقول: وجدفوا على اسم الله الذي له سلطان على هذه الضربات ولم يتوبوا عن اعمالهم ليعطوه مجدا. يا رب انت طالب توبة، يا رب انت قلت ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. ربنا طالب ان كل الناس تتوب من اول البطرك لاخر واحد فينا، لازم كلنا نتوب. احنا مسؤولين عن الكنيسة بل مسؤولين عن العالم. ربنا كل اللي طالبه عشان يرفع غضبه توبة ورجوع اليه. ان رجعتم الي ارجع اليكم، انا افتح ولا احد يغلق واغلق ولا احد يفتح. ربنا فتح باب الكورونا، احنا عايزينه يقفلها. يا ذاكر الرب لا تدعوه يسكت، لا تدعوه يسكت، صحوه زي الرسل لما صحوا ربنا له كل المجد في المركب وقالوا له قم اننا نهلك، اما يهمك اننا نهلك. طبعا احنا مش هنقول له اما يهمك، احنا عارفين انه يهمه، لكن ربنا غضبه جميل لأنه غضبه بسهولة ممكن نرجعه عنه زي ما نينوى عملت. آية كمان نستفيد منها في كورونا: الذي نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي، الذي لنا رجاء فيه أنه سينجي أيضا فيما بعد. كورنثوس الثانية لصاح الأولاني: الذي نجانا وسينجي لأننا لنا فيه رجاء. إحنا عندنا رجاء في ربنا بس، ما عندناش رجاء في العلم لأن العلم معرفش يعالج، ما عندناش رجاء في الأطباء وأنا أولهم، ما عندناش رجاء في المستشفيات لأن المستشفيات دلوقتي بتنقل العدوى. فضل لنا رجاء في ربنا وبس، ومتهيألي هو ده اللي ربنا عايزه من التجربة دي. التجربة هتتشال لو قلنا يا رب ارحم، التجربة هتترفع لو بطلنا نتكلم ونفتي وطول النهار على الميديا ورفعنا قلبنا وقلنا له يا رب ارحمنا كعظيم رحمتك. الآية كمان اللي بفتكرها في كورونا: أؤمن يا سيد فأعن ضعف إيماني. ربنا طالب إيمان، وبدون إيمان لا يمكن إرضائه، لكن طب نرضيك إزاي يا رب؟ إيماننا ضعيف وشايفين حتة فيروس وخفنا، وشايفين الناس بتموت وبتتعدي حوالينا وترعبنا، وشفنا الأرقام وقرينا الميديا وخفنا. فالحاجة الوحيدة اللي نقولها له: أعن ضعف إيماني. أنا مش قادر أقولك إن أنا مؤمن يا رب كاملا، لكن ساعد ضعف إيماني يا رب، أو أعن عدم إيماني. كمان الآية اللي بنفتكرها في كورونا: الله أمين إذ لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون
بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا. ربنا بيدينا منفذ يا جماعة، والمنفذ كلنا شفناه. أحلى منفذ شفناه إن بيوتنا بقت كنايس. منفذ كمان شفناه كترة الاجتماعات، الصلاة ودراسة الكتاب على الكمبيوتر وعلى التليفون. الناس قاعدة تصلي في بيوتها مع كل الشعوب وكل الناس. اجتماعات تانية إن الأهالي قعد، قصدي منفذ تاني حصل إن الناس قعدت مع بعض. منفذ كمان حصل إن الناس شعرت بآلام بعض وبيسألوا على بعض بالرغم مش قادرين يشوفوا بعض. كل دي منافذ. ربنا بيعطي مع التجربة المنفذ. الله أمين لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون. احنا عايزين نقول يا رب احنا مش قادرين نستحمل وشفنا المنفذ، ارحمنا كعظيم رحمتك. آية كمان نستفيد فيها في كورونا، هوذا مسكن الله مع الناس هو يسكن معهم وهم يكونون له شعبا. نفسي اليومين دول يبقى الصلاة شخصية والإنجيل شخصي، لأن ربنا زعلان إن احنا ما كناش بنصلي غير وسط الجماعات، ما بنعملش حاجة غير إن احنا نسمع وعظات. لكن فين مسكن الله مع الناس؟ دلوقتي اتنقل من الكنيسة ان يكون مسكن الله مع الناس في البيوت. هل اجعل من بيتي كنيسة؟ هل اجعل من الترابيزة اللي قدامي مسبح ارفع عليه الصلوات واقول له ارضى يا رب عن شعبك، ارفع غضبك عنا؟ واخر آية بستفيد منها في كورونا، كل الاشياء تعمل معا في الخير للذين هم مدعوون حسب قصده. كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. يا رب احنا نؤمن ان في حاجة هتحصل حلوة، وقردي حاجات حصلت. كفاية انه بيقولوا يوم للصلاة، كفاية ان الرئيس بتاع امريكا يقول انه على العيد بتاع القيامة ربنا يحلها، كفاية ان البابا تودروس الثاني ربنا حافظ عليه يقول في يوم للصلاة، كفاية ان البابا فرانسيس يعمل مذبح للصلاة ليصلي ويعمل قداس للعالم كله. كل دي مش كل الأمور تعمل للخير؟ نصلي ان ربنا يرفع غضبه عننا، لان احنا دلوقتي محتاجين نغطي بقنا، ان احنا مش بكمامات بس، نغطي بقنا عن نقول الشر عن الناس، لانه يمكن ده اللي زعل ربنا. يمكن احنا مش محتاجين نلبس جوانتي زي ما محتاجين نلبس المسيح، وايدينا تبقى ايدين المسيح. فلما نلمس حد ونقرب من حد كاننا بنلمسه بيد المسيح. احنا مش محتاجين نعقم، بس احنا محتاجين نعقم قلوبنا من فكر الشر والامتلاء بالكراهيه للناس والغل من الناس. يا جماعة ربنا مش هيرفع غضبه غير لو سامحنا بعض وقبلنا بعض وحبينا بعض. مش هيسامحنا غير لو الجوازات بطلت خناقات والناس ابتدت تتحد مع بعض تاني وتقول الذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. احنا يا جماعة مش محتاجين نلبس أغطية تغطي أنفسنا من الفيروس، احنا محتاجين نتغير من الداخل. آخر حاجة أقولها، أكرر حاجة اتقالت وعظة جميلة سمعتها من كاهن راهب أبونا شنودة في الصعيد، بيقول اطلبوا من العذراء على 2 أبريل تطلب من إلهنا إن عيدها بتاع ظهورها في الزيتون، ربنا مش هيخيب شفاعتها. عجبتني أوي الكلمة دي، لأن أم النور شفاعتها أعظم شفاعة، هي صاحبة كل الشفاعات. اطلبوا من أم النور إنها تطلب من ابنها يرحم العالم كله، ونطلب كتير منها إنها تجعل أبواب الكنائس مفتوحة للمؤمنين. ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.